لكن أهلا وسهلا فيك على ميوزك نيشن. مش العام الأول عم تسلمي فيه الجائزة، العام الماضي كنا معك كمان وكنت عم تسلمي الجائزة عن أفضل فيديو كليب. خبريني من صوت الماضي لهالسنة شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟ يعني ما كتير اشياء، محلني هيك غير كتير اشياء، بس اكيد انا كتير مبسوطة اليوم. هيدي تاني سنة، هديك السنة اخدت جايزتين اكزيكو، وهالسنة كمان عن شيخ شباب، فاكيد ما فينا الا اكون كتير مبسوطة. يعني خبريني شو بتحب تقولي للنجوم المكرمين معك اليوم؟ أكيد يعني هلأ كل واحد بيستحق جايزة، أكيد رح يكون عم ياخد جايزة ويتقدر، فمبروك للكل، وإن شاء الله كمان الناس اللي عن جد بيستاهلوا بعد ما أجتهم فرصة أنه ياخدوا جوائز يوصل هنهار وياخدوا جايزة. كلمي لموقع ميوزك نيشن. يعطيكم ألف عافية، أنا عم تبعكم من وقت لوقت وكتير حاسة أنه عندكم شيء أوريجينال ما عم شوفه عند غير ناس.